إذا كنتوا أول مرة غتزوروا القناة ديالنا، ما تنساوش تضغطوا على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس باش دائما تصلوا بجديد الوصفات. السلام عليكم أخوتي وأخواتي، ومرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات شاف نورتين كوكينغ. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة التحضير ديال المسمن في الفران، كيجي فعلا رائع من ألذ ما يكون، كيجي مقرمش ولذيذ بزاف. إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه. وكما العادة أخوتي، إلا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تبخلوش علينا بواحد جيم الفيديو، اشتركوا في القناة بكثرة باش دائما تصلوا بجديد الوصفات، بارطاجيو الحلقة مع الأصدقاء ديالكم. دابا داخلكم على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، على بركه الله عندي 100 غرام ديال الفينو، دقيق الفينو راه معروف، دقيق القمح هو كيكون صفر وكيكون رقيق. عندي كذلك الماء باش غادي نعجنو، عندي كذلك الملحه على حسب الذوق، كيس من خميرة الحلويات من فئه 8 غرام، وعندي كذلك 500 غرام ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض الممتاز. دابا على بركه الله غادي نبداو طريقه التحضير. كنزيدو دقيق الفينو او على الدقيق الابيض كما قلت لكم 100 غرام، الملح على حسب الطوق، غادي نضيف 8 غرام من خميره الحلويات، وغادي ندير الماء باش غادي نعجنو. غادي نعجن العجينه ديالتي، انا غادي نعجنها في العجانه، اللي ما عندوش يعجن غير باليد ديالو ماشي ما كاين حتى مشكل، غير يدلكها مزيان. العجينه خاصها تجي ما قاسحه ما خفيفه، يعني ما بين وبين، يعني نص نص. بعد ما كتعجن العجينه ديالنا كنجيبو شي بلاطو شي طبسيل، المهم اللي عندكم، كتخرجوا فيه ديك العجينه، كدهنوه بالزيت، كتخرجوا ديك العجينه ديالكم، وكتشكلوا منها كويرات يكونوا متوسطين الحجم بهذا الشكل. هذا انتما كما كتشوفوا كنشكلوا كويرات بهذا الشكل هذا. من بعد كنغطيهم بلاستيك غذائي وكنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ونرجعوا نكملوا طريقه التحضير ديالهم. بالنسبه للحشوه، غادي نحتاجوا بصله كبيره مشلطه رقيق، غادي نحتاجوا كذلك قزبور، سكنجبير المبزار، الخرقوم، التحميرة، غادي نحتاجو كذلك الملحة والكفتة، 250 غرام ديال الكفتة، عندي كذلك الزيتون الأخضر مقطع، الزيت النباتية، صلصة الصوجة، والفيغميسيل أو الشعرية ديال الشينوا، مسلوقة بشوية ديال الماء. على بركة الله غادي نبداو طريقة التحضير. كنديرو شي مقلاة، شوية ديال الزيت النباتي، يمكن لكم تعملو زيت الزيتون أو شوية ديال الزبدة. كنضيفو كذلك ديك البصلة مشلطة بهاد الشكل هذا، البصلة تكون كبيرة أولا متوسطة على حسب أفراد ديال العائلة وعلى شحال ديال السمن بغيتو تخرجو نتوما. من بعد كنضيف ديك 250 غرام ديال الكفتة، مع واحد الكوب ديال الكفتة استعملو الطول، مع ديك الشطون استعملو الكفتة ديال اللدان، ما عندكمش كفتة ديال اللدان تبغيو تستعملو سمك يعني طري يمكن ليكم، داكشي كيبقى على حسب الاختيار. كنزيدو شوية ديال السكنجبير، الفلفل الأسود، الملحة، الخرقوم او الكركم بهذا الشكل هذا، والتحبيره، التوابل كيبقاو على حسب الاختيار وعلى حسب الشيء اللي كنكون في الدار. كنحركو ديك الكفته مزيان على التوابل ديال البسطه اللي شحرنا من قبل، وكنحركو مزيان حتى تطيب لينا ديك الكفته بهذا الشكل هذا وديك البسطه. من بعد غادي ندير الزيتون الاخضر، غادي ندير القزبور مقطع بهذا الشكل هذا، غادي نضيف كذلك صلصه الصوجة. بالنسبة لصوص الصوجة اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش ماشي ضروري، كنحركو مزيان حتى كتخرج ديك صوص الصوجة وباقي المكونات مع الكفتة والبصلة بهذا الشكل هذا. كنزيدو ديك الفيغميسيل أو ديك الشعرية ديال الشينوا كيما قلت لكم، راس مقلي ووسط قطع، استعملت أنا غير 250 غرام ديال الشعرية، مكنكتروش بزاف بهذا الشكل هذا. صافي على بركة الله، غادي نحيدوها دابا من فوق النار وغادي نخليوها حتى تبرد ونرجعو نكملو طريقة التحضير ديالها. بعد ما كيرتاح المسمن ديالنا، نتوما كيما كتشوفوا على بركة الله غادي نبداو نشكلوه. كندهنو سطح العمل بشوية ديال الزيت النباتية بهذا الشكل هذا، من بعد كنديرو ديك الكرة ديال العجين اللي كتكون ارتاحت وكنطلقوها بحال الا غادي نصيبو مسمن عادي بهذا الشكل هذا. كندهنوها بشويه ديال الزبده، يمكن لكم تستعملوا الزبده ديال العبار اولا الزبده النباتيه، داكشي كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب داكشي اللي عندكم في الدار. من بعد كنطويو الجوانب وكنعاودو نطوي بحال اللي غنديرو مسمنه عاديه، يعني هذه هي الطريقه فراه واضحه. كنعاودو نطلقو، كندهنوه بالزبده وكنعاودو نشكلو بهذا الشكل هذا على شكل مربع. صافي، وكنحتفظو بهم جانبا بهذا الشكل هذا. من بعد كناخدو باش بدينا يعني الكويره الاولى اللي قدينا، كنطلقوها كنديروا شويه الزيت وكنطلقوها بهذا الشكل هذا، وحرصوا على باش تقدوا الشكل ديالها باش يجيكم الشكل ديالهم رائع، ويعني المنظر ديالو زوين ما يجيش معوجه ولا شي حاجه. حاولوا تقدوا الشكل ديال المربع بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذوا شويه ديال الحشوه بعد ما كتكون بردت، لان الا ما كانتش بارده
فردوا البال النصائح، الا ما كانتش بارده راه كتقطع العجينه ديالكم، لذلك خليوها حتى كتبرد، كنديروا شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا من الفوق، وكنجمعوا الجوانب بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا يعني القناة، وكنسدوهم بالزيتونه، يا اما زيتونه كحله او لا سوداء، او لا زيتونه خضراء ولا سميتو، داكشي على حسب اللي عندكم في الدار. بنفس الطريقه كنعاودو نطلقو المربع ديال العجين، كنديرو الحشوه وكنديرو شويه ديال الفرماج، وكنسدو المسمنه ديالنا بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفو، وكنديرو زيتونه في الوسط. بنفس الطريقه صافي كندهنو، كنكملو باقي الكويرات، كندهنوهم بالبيض، كنرشهم شويه الخشخاش ولا الجنجله اللي عندكم، كندخلوهم الفران لمده 45 دقيقه حتى كيتحمروا وكيطيبوا مزيان، وكيجيو مورقين ولداد، وكنخرجهم وكنقدموهم بالصحه والراحه، فعلا كيجيو رائعين ولداد ان شاء الله، ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. بالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد، ما عليهم الا يطيبوهم نص طيبه في الفران، من بعد يديرهم في شي علبه تكون محكمه الغلق، ويحطوهم في المجمد وقت ما كيبغيوهم، كيجبدوهم وكيكملوا لهم الطياب وكيقدموهم بالصحه والراحه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الحلقه ديال اليوم وتجربوهم، وكما العاده اخوتي الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش علينا بواحد جميل فيديو، اشتركوا في القناه بكثره باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، بارطاجوا الحلقه مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة. كنتمنى لكم أمسية سعيدة، إلى حلقة مقبلة بحول الله.